عايز اروح لحسين الشحات، يعني هو طلع طبعا، طلع خبر ان هو طبعا طبعا عشان المظروف وهيغيب لاخر الموسم، ربنا يشفيه. وهو كان قال ان هو سبب تراجع مستواه ان هو كان بيلعب وهو مصاب، هل فعلا ده كان سبب رئيسي في ان مستواه يتراجع بالشكل ده؟ اعتقد ده سبب رئيسي. لو واحد بيلعب بمصاب وخاصه بقطعه في الغضروف دي او مزق في الغضروف بيأثر عليه جدا، خاصه في الترنات. مشكلتك في الغضروف ده بالذات مش الجري بس، لا ده المشكله في الترنات. وحسين اكل عيش مكانه اصلا، انا محتاج كده اكل عيش حسين في الترنات، في الترقيص بجوه بره. بعكس الونش، يعني الونش مثلا عنده نفس المشكله، بس الونش طريقه لعبه مش زي حسين، مش زي حسين وعايز في الغضروف ماشي، بس ده غير ده العضله. العضله هنا تشيل، والمركز يختلف هنا ما تشيلش. حسين عضلته ما تشيلوش، مش المركز، لان لا لا الونش ده الونش بيعتمد ده الونش رد فعل. طبعا حسين شحات فعل، انما الونش رد فعل ممكن يلف كده ولا كده، بتقطع منه في ناس كتير جدا عضلاته شايلاه ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. في ناس كتير جدا، خلي بالك خلص على الواد. احنا كان معانا ربنا يحفظه، انا بقول احنا كان معانا لعيب اسمه عبد الله. عبد الله ده كان عنده قطعه، كان في جاسكو، كنا في 2009 2010 مع كابتن اسامه عربي. عبد الله ده كان من الاسماعيليه او من الانطره، كان عنده قطع صليبي كامل وكان بيلعب ما عندوش مشكله. سعيد ربيع لما جالنا في جه في 2004 راح معانا الاهلي، راح كشف وخلاص مضى وحصل كل حاجه، كل حصل التعاقد وكل حاجه، وراح يعمل كشف عنده صليبي بيلعب بيلعب ماتشات ومفيش مشكله. دي العضله شايلاه. فالونش ما شاء الله من يعني ربنا يحفظه. هرجع لحسين شحات. ماشي انت عايز تخلص علينا خلاص. والله العظيم معايا. طيب ماشي ماشي. حسين حسين بص انا ثواني بس، انا خرجت بره الكوره. لا والله بتكلم. طيب وانا هرد عليك كوره برضو. حسين لعيب كوره هايل جدا، عايز مساحات عشان يظهر فيها. قراره متاخر جدا، دي مشكلته الرئيسيه، انه بيبقى قراره متاخر. لما بيلعب السهل بيبقى من احسن الناس الموجوده في الملعب، ولكن مع اي مدير فني هيجي حسين جديد خاصه حسين هيبقى موجود. ليه؟ في اي وقت ممكن يوديك للجول ماشي. انما هو عنده مشكله كبيره جدا بدنيه، عامه بدنيا ضعيف جدا، ضعيف في الالتحامات، قدراته الدفاعيه قليله جدا. هو الراجل حطه في التقييم انه ضعيف جدا، الراجل المعد البدني معاه بحقه، وباين على اي حد ان هو فعلا ضعيف جدا ولازم يزيد بدنيا بشكل مميز عشان يبقى موجود. اي حد اعمى شايف الكلام ده مع حسين، فده بيضعفه، ده بيضعفه وما بيخليهوش قادر يكمل 90 دقيقه بنفس القوه. سرعاته ما بقتش زي الاول. حسين كان مسته ايه؟ انه متواجد في كل حته وفي اي حته سريع رايح على الجون. لا سرعات حسين ما بقتش زي الاول، ده غصب عنه مش بايده، عشان كده لازم يعدل نفسه بدنيا عشان يرجع لحسين اللي احنا عارفينه. انما هو كلاعب ما فيش خلاف عليه، يمكن مر بفتره سيئه او بيمر بفتره سيئه، ولكن في العموم لو حسن من الناحيه البدنيه ممكن يرجع حسين اللي احنا عارفينه. لو ما حسنش اعتقد حسين ممكن تكون من السنين القليله، ممكن اخره يعني سنه كمان في النادي الاهلي بوجهه نظري، لو ما تحسنش بدنيا من فوق ومن تحت وبعضلات رجليه. ده وجهه نظري، يعني ممكن ما يكملش مع الاجانب، مش هيستحملوا كتير صدقني.